بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في برنامج تونس السياسية. اليوم نستقبل السيد أحمد الورغمي. السيد أحمد الورغمي هو شخصية معروفة في فرنسا لأنه كان معارض في وقت بن علي ومن أشداء المعارضين. هو أصيل مدنين من الجنوب التونسي، ملاكم سابق، تألق في مدنين وضاع صيته، ولما بدأ صيته يذيع بدأت المشاكل وبدأت مسيرة المعاناة للسيد أحمد الورغمي اللي يعترف هو بنفسه أنه لم يكن معارض في يوم ما، ولكنه كان متعاطف مع حركة الاتجاه الإسلامي ومع فكر الإسلام السياسي، ويتوق إلى أن تحكم تونس الشريعة الإسلامية، ولم ينتمي في يوم من الأيام إلى أي تنظيم سياسي إسلامي في حياته، بالرغم مما روجت له المخابرات التونسية في عهد بن علي والمخابرات الفرنسية إلى اليوم، حيث أنه معروف جدا من المخابرات الفرنسية ومراقب. كل المشاكل لكل المعارضين حلت بعد الثورة، إلا أزمة سيد أحمد الورغمي ما زالت قائمة الذات، وإلى يومنا الحاضر رغم دخوله تونس في 86 لم يتمتع إلى حد الآن ببطاقة إقامة في فرنسا، حيث له 31 سنة هو هنا في فرنسا. الرجل معروف بالشراسة وأحسن ما تجبدوش كما نقولوا احنا بالعامية التونسية، تجبدوا يدور عليك. وقت اللي كان صغير تجبدوا تاكل بونية، تو ما عادش يجب، ممكن البونية قوية كما قبل، تجبدوا تاكل بونية باللسان، فكان أقرب إلى الفظاظة منه إلى اللين. دفع الثمن غالي لهذه المواقف ولمواقفه المساندة للمعارضين، كان يدافع عن الذين سلبت حقوقهم. أنا يعني لله أشهد أعرفه لما كنت أدير إذاعة ميديتراني في باريس، أعرف الرجل ثابت في مواقفه ومدافع عن حقوق المظلومين، هذا رأيته بعيني وسمعته بأذني. اليوم يعني وضع سيد أحمد وضع مأساوي من جميع النواحي، من الناحية العائلية، من الناحية الاقتصادية، من الناحية الاجتماعية، فهو في وضع لا يحسد عليه، لا إقامة، يعني ليست له، ليس له وجود رسمي في هذا البلد. سيد أحمد، هذا الوضع أنا أعرف أنه يؤلمك جدا، فأول شيء نرحب بك في برنامج تونس السياسية. شكرا سيدي. وإن شاء الله الهدف من استدعائك اليوم هو أن يبلغ صوتك إن شاء الله للمسؤولين سواء كان في فرنسا أو في تونس لرفع هذه المظلمة، ولتتمتع أخيرا بحياة عادية، لأنك لا تطلب شيء إلا أنك تعيش عيشة عادية وتعود إلى أهلك وأولادك الذين حرمت منهم من 31 عام تو. مرحبا بك. وتنجمش تقول لنا يعني كيفاش بدأت مسيرتك وشكونك؟ لأنك رغم أنك كنت معارض وصليط اللسان، سامحني في الكلمة، لست معروف يعني من كافة الشعب التونسي كما مثلا عرف أحمد المناعي أو كمال الجندوبي أو أمثالهم. أنت كنت تناضل ولكن أكثر شيء في الخفاء، تفضل قدمنا روحك. بارك الله فيك على هذا اللقاء سي توفيق، هذا من فضل الله وفضلك حتى أنشر معاناتي هذه اللي تبكي الحجارة، لأني دفعت ثمن غالي فعلا، دفعت طلاق جوزتي، دفعت ضربي بالرصاص، دفعت معارضتي للقتل، تعرضت للقتل. نعم سوف نأتي لذلك باش نجي لهذايا. تعرضت لكل شيء. باهي نحب نعرف قبل ما نوصلوا للي تعرضت له، شنو السبب اللي خلاك تتعرض هكا تو لطحله دزوه يجيو الواحد يتعرض؟ نعم. يجبروا له مرته باش تطلق ويحاولوا يقتلوه. نعم. اعطيني الاسباب السيد احمد. كنت نحلم كي كنت صغير، كنت نحلم، كنت ملاكم، كنت من احسن الملاكمين في الجهه، وصلت الفريق القومي التونسي، ما لقيتش حظي باش نخرج لبرا، تبدلت بملاكمين أخرى، بالرغم أني يعني عندي فنيات عالية، كنت في الصالة خفيف. يعني أنت تقول كان عندك كل المؤهلات، لكن نعم في آخر لحظة نعم في عوض تخرج أنت
خرجوا تونس خرجوا واحد عنده اكتافه وعنده يعني انت قلت لي في تحضير البرنامج انه السيد اللي خرج في بلاستيك كان في الترجي الرياضي كان يحكم كان يلعب باسم الترجي الرياضي وهذه هي لما تجي ملاكم من مكان اخر ما يكونش عنده حظوظ كامله مثل ملاكم من تونس العاصمه باهي رغم ذلك انت وصلت ودخلت تعمل تدريب رياضي وبعد لما لقيت روحي ما عادش وصلت قلت هي مش لازمه وصلناش عرست وقعدت نخدم على روحي قداش عمرك تزوجت؟ تزوجت عمري 23 داخل 24 سنه صغير يعني الحمد لله من الاولين في عرس ليش معناها تدينت يا اخي قبل يعني كنا كفار فهمني يعني نحب النقطه هذه مهمه جدا نعم معنى التدين هو ان انسان يكون مثلا اخلاق فاسده يعني تقصد التزمت يعني دينيا خارج على الدين وبعد ذلك يولي يتوب عليه ربي يولي يصلي يولي يحترم اخلاق يعني اخلاق رسولنا ويلتزم بالدين الحمد لله كمسلم أيوة. فالتزمت ولما التزمت حبيت الاسلام وكثوري يعني في نقطة الملاكمة ونقطة كنت زاد نعشق أحمد المرغني من قبل الله يرحمه كثوري ونحب الثوريين فنشأت بهذا الأسلوب الثوري وليس الأسلوب السلمي حقيقة أنا انشأت بأسلوب ثوري وليس بأسلوب سياسي محنك أو سلمي أو فهذا ما كانش يمشي مع طبيعتي وما كانتش تمشي حتى مع عقليتي وبصفتي أنا مسلم ككل التوانسة مسلمين الحمد لله فكنت نحب ونعشق أن يحكموني بما أنزل الله أي بالقرآن بالشريعة لأن الأعداء دائما لكنك أنت سامحني سيد أحمد أنت مكش غبي حاشاك يعني أنت تعرف أنه مجرد ذكر كلمة الشريعة نعم توقف الشعار على الروس عالم الأجمع والعالم أجمع يوقف ضدك لأنه الآن يعني والمسلم ليس غبي المسلم يتأقلم مع الأوضاع نعم حقيقة ولكن العالم له قوة واحدة هو قوة السلاح وإحنا لو نتق الله ونولوا مسلمين صادقين مع الله إحنا لنا الله اللي أقوى من السلاح لكن المشكلة اللي خلات العالم يثور على ولو نخرج شوية عن قضيتك الشخصية على كلمة الشريعة والإسلام هو ما قامت به ما يسمى بالمجموعات الإسلامية التي تقتل الأبرياء باسم الإسلام هذه المجموعات هذه سامحني سيد أحمد الكلام هذا صحيح ولا لا صحيح هذه الناس فيهم اللي مجند بأموال وفيهم اللي معادي ويريد أنه فيهم اللي يحب يبان أنه كذا من ناس أخرى فما عداوة كبيرة ضد الإسلام والمسلمين وهذا حرب إلى يوم القيامة ولكن فما شكون من المسلمين اللي يعاون في هذه العداوة بالتصرفات العدائية هو إذا كان الإنسان أنا مثلا كإسلامي إسلامي ثوري لو عرفت أن رسولنا وديننا أو ربنا صلى الله عليه وسلم أمرنا بقتل الأبرياء لكنت من الأولين خاصة نحب ننتقم للمعاناة اللي عانيت تحرمت من جوزتي تحرمت من أولادي صار لي كل قمع في فرنسا دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان من بلادي تحرمت ولكن هذا طيب خلينا نرجع شنو اللي حرمك شنو اللي حرمك؟ هي مواقفي بتلخيص هي مواقفي لا قبل ما تكون مواقفك انت نعم. كنت مجرد ملاكم نعم. نجحت حطوا واحد اخر في بلاستيك هبطت مشيت وليت مدرب ملاكمه في نعم. دار الشباب والرياضه في بعد نعم. شلزك باش تولي انت ما كنتش معارض انت بفمك قلت لي مانيش معارض كنت رياضي لما ما وصلتش للرياضه كما اريد يعني كانت عندي عاطفه لدين الاسلام انا يعني بالعربي تقهرت 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 انا نمشي باش نطالب خدمه ما فماش خدمه علاش خاطر قالوا خوانجي قالوا خوانجي وانت خوانجي ولا لا لا انا مانيش خوانجي انا مسلم نحب الدين نتاعي هاك كنت تقول وحدك بفمك انا اسلامي انا اسلامي معنى فما فرق اسلامي فرق بين المسلم والاسلامي لا لا ونحب نعطي توضيح للمعنى سيد احمد نعم لو سمحت على معنى نحب نعطي توضيح لمفهوم كلمه اسلامي لدى العامه نعم هو الإسلام السياسي الانتماء للإسلام السياسي هذا هي مفهوم كلمة إسلامي يعني يا نهضاوي يا سلفي لا. يا حزب التحرير يا داعشي هذا هو الإسلامي لا. هذا الناس يحبوا يطبقوا الشريعة لكن فما اللي يعمل فيها التجارة كالنهضة وغيرها
وفما اللي عملها لانهم ما همش واصلين. باهي قبل ما نوصلوا للتجاره نعم. نواصلوا دونك انت شفت روحك مثل الابواب مسكر عليك من جميع الجهات. هاي بعد بديت يعني نسب الحاكم وبديت عندي عداوه. كيفاش يعني صارت المره الاولى هذه؟ كنت في بعد ما صارت لي مشاكل بعد ما خرجوني وقالوا خوانجي ما تخلوش يخدم في دار الشباب. وبعدين جيت نهار نتفرج في التلفزه مع خيالنا في قهوه فبورقيبه يخطب وفما بوليسيه في مدنين غاديك فما سيفيل وفما ف ديما ما تعرف بورقيبه الا هو اللي جاب الاستقلال في تونس الا هو اللي محرر الا هو ولكن نساء المجاهدين نتاع التوانسه كل عائله الناس اللي دفعت الثمن نعم كل عائله ضحت في تونس ليس بورقيبه ولد ساتره اغلبيتهم هم عملاء المونديس فرنسا وعملاء الفرنسا باهي ما عجبك حتى نعاود ما عجبنيش انا هو يقول انا وانا وانا حشاك بزقت على تصوير على بورقيبه وهو يخطب فذا كانوا فما بوليسيه وكانت وقتها فما موفمون جايبين بوليسيه هو اخر عهد بورقيبه عاد هذا وقتها في 86 نعم كانوا جايبين بوليسيه من تونس ومن عده بقايا بن علي مدير الامن في ذاك الوقت وقتها نعم وكانوا خاصة الإسلاميين متاع الاتجاه الإسلامي ولا أي إسلامي فجوا باش يجي يهزوني علاش نبزق على رئيس دولة ولا ضربت زوز بوليسية ومغادي وليت يعني معروف أول من ضرب هذا اللي يقولوا تدخل السريع قبل فك الوقت واحد هذا التدخل السريع نعم أول واحد مدنين يضرب بوليس هذوما في مدنين ومن وقتها وليت نتعرف وفرحان بروحك الحمد لله اللي ضربت بوليس ما ضربتش واحد مواطن عادي الحمد لله أيوة. لأن البوليس يمثل الديكتاتورية أنا عندي البوليس يمثل الدكتاتورية وانت قلبك يغلي وقتها وأنا قلبي يغلي عليهم نسيت أنت سيادتك توا تقول لي وأنك تحب إسلامي وبالسنة والأخلاق نعم. ربي سبحانه وتعالى جل جلاله كيتوجه للرسول صلى الله عليه وسلم وأنت يعني أدنى من الرسول وكلنا نعم أدنى من الرسول صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك الله سبحانه وتعالى نعم. قال له لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك علاش ما سمعتش الآية هذه؟ الآية هذه تخصنا وقت اللي نكون كنا مسلمين ونعتدي على مسلم فهذا معقول لا هو ربي ولكن هذما يستفزوا في المسلمين إذا ما تستفزهمش أنك باش يحطموا لك حياتك وانت بريء يستفزوا البوليس معنى استفزاز يستفز العميل يعني استفزاز الحاكم استفزاز لو هم عدلوا ما يلقوا معارضة لو هما حتى ما يحكموش يا سيدي بالشريعة ما قلنا لهم مش يحكموا بالشريعة مادام نحن ما ناش أهل للشريعة على الأقل أعدلوا على الأقل يعني ما تظلموش ما تكثروش من مظهر على الأقل ما تسيرش حرب ما بين باهي يا سيدي هكا هربت وجيت لدولة نعم. ما هيش مسلمة وفتحت لك أبوابها لما نعم. وصلت في 86 نعم كنت نحلم أني على الأقل نكون وصلت لبلد تعيش حقيقة يعني الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدل ومع ذلك يعني حقيقة هي حتى لو كان فما طرف مضرة لبعض مسلمين ينشطوا أمثالي ولا حاجة إلا أن فرنسا تبقى دائما خير من بلادنا في قانون العدل وفي قانون أن ما يظلموش الإنسان مباشرة إلا عن طريق إلا إذا تعارضت مصالحهم المصالح متاعهم نعم. نعم وربما أنا أخطأت في تقديري وأخطأت في بعض كلامي وأخطأت في بعض الحمد لله اليوم النهار هذا يترجم نعم. سيد أحمد يترجم بحجرة بيضة اليوم سيد أحمد البرغمي استعرف اللي نعم هو ربما أغلط نعم كل إنسان يخطأ ولكن محبتي لديني ومحبتي لنبيه ومحبتي لكتابي خلتني باش نواصل أي مسلم يتظلم فوق الكرة الأرضية أني لازمني باهي أنا نحب نفهم حاجة أنت خرجت في 86 نعم بن علي مازال ما هوش في السلطة صحيح بعد أنك عرفتك أكثر من 20 سنة واللي تكبر عدو البن علي لقيتك من ألد نعم. الأعداء وعداء نعم. دفين نعم. يعني مش عداء عادي ليست معارضة صحيح حقد على بن علي وانت نعم. ما تعرفوش ما يعرفكش بس نعم. السبب السبب احنا طمانينا في الأول
لما جاء بن علي وتغيرت العقلية وقلنا الحمد لله إن شاء الله يتنحك الظلم تاع المساجين الإسلاميين ولا مسلمين ولا سيبهم في الأول. ولكن فما أخطاء ارتكبتها النهضة. سامحني بخاطر توا تاريخ سيد أحمد. نعم. أنت تقول أخطاء. فما أخطاء. وغيرك اللي عاش من الجهة الأخرى يقول فما غدر مش أخطاء. فما غدر وفما أخطاء. صار أنت تستعرف فما نعم. غدر. نعم النهضة غدرت بولادها وأخطت في الحسابات نتاعها. شكون النهضة كي تقول غدرت بولادها يعني؟ النهضة كي هي هم يعني شكون هم شكون القيادة. شكون أخذ القرار؟ هي القيادة. شكون أخذ القرار؟ راشد الغنوشي والمجموعة المقربة ليه. باهي نحب نسألك سامحني خاطر أنا راهو في بلاصة الشعب اللي يسمع والمواطن اللي يسمع. نعم. أنت تقول أنا مانيش نهضوي. وعمري ما كنت. ومتعاطف مع النهضاوي نعم. ومع الاتجاه الإسلامي. إذا كيفاش إذا أنت موكش الداخل أنا خليني نحب نقول لك حاجة نعم. وأنت تعرف ذلك. لما كنت أنا مسؤول على إذاعة ميديتراني ومشيت نعمل لقاءات صحفية مع راجل غنوشي ومسؤولين في النهضة في لندن نعم. كانت فما حاجة يعني تصدمني كثير جدا. كنت كل ما ندخل البلاصة موجودين فيها جماعة من النهضة يكونوا يتكلموا أنا ندخل ويسكتوا يولي تسمع سمحني نواصل يعني ترمي الإبرة تسمع حسها لا علاش لأنه مانيش نهضاوي يسكتوا تماما. فكيفاش أنت اللي موكش نهضاوي تعرف دخائل النهضة؟ هذا السؤال نعرفه على خطر. أول شيء كنت جميع الاجتماعات اللي كانت تصير في فرنسا والمظاهرات اللي ما كانتش فيهم محرزية اللي ولت مناضلة وما كانتش فيهم أغلبية اللي شدوا وزراء وفيهم اللي كان يتعامل مع المخابرات ولوا لي معارضين ومناضلين. شكون مثلا؟ شكون؟ لا خاطر تتكلم يلزمنا وضوح. فما من الأغلبية اللي كانوا يمشوا عند سليم بقى وكانوا يتقابلوا مع البوليس السياسي متاع بن علي داخل عند سليم بقى وكان فما أمور. حتى لي أنا كلمت مرة الأخ الله يرحمه وهو الراجل اللي نحترمه كثير كان في حركة النهضة هو الشيخ صالح كركر رحمه الله. هذاك راجل خسرته ربما لا أقول تعاملهم معاملتهم مع بعض الأمنيين الفرنسيين كان من باب الذكاء. هم في وضع لا يحسد عليه في ذلك الوقت. لكن هم إذا كان يعني خلينا نتكلم بالواقع نعم. بدون عاطفة. إذا كان نهضاوي زكاك تاخذ الكارت سيجور. إذا كان نهضاوي ما زكاكش يعني ما تاخذش. هاهم وصلوا النتيجة سامحني هاهم وصلوا النتيجة. فلا هذا هو هاهم وصلوا النتيجة. هذا المشكل اللي ما عرفناش. كانت الناس الكل تتعاطف معهم كمسلمين كإسلاميين كناس إيه لكن سامحني ربي. سامحني في صلح الحديبية مع شكون تصالح الرسول والصحابة مع الكفار صحيح أيوة سامحني نعم. علاش ما تعتبرهاش في نفس طريقة صلح الحديبية علاش نعملها عمالة وخيانة؟ إذا كان ولت فيها أن أنت توصل واللي يتقرب لك يوصل واللي ما يتقرب لكش وما يكونش منك يكون تحت عين يعني فما شيء. أنا دفعت الدوسي متاعي ملف جبته كهذا الملف جبته عام 97 وقت اللي جاء بن علي لفرنسا. فجبت ملفي ومرتي اللي قاعدة تتعذب في تونس وعندي شهيد متاع طبة غادي واعطيته لعبد الرؤوف الماجري وفتحي النعس على أساس أن ملفي خوم عبد الرؤوف الماجري اللي هو شاكر شاكري هذا كاسم حركة خطر. هم أغلبية النهضة ما كانوش يحطوا في أسماهم الحقيقية كيفي وكيفك سي توفيق راك من المناضلين الكبار الحمد لله ومن الناس المعروفة يشهدوا لك كل الجالية مش حتى الجالية التونسية بل الجالية العربية بمواقفك واللي قدمته أنت للجالية العربية بأتم معنى الكلمة وحتى للنهضة والغير أي لأي مظلوم. فلما قدمت أنا كأخوهم وندفع معاهم وندفع عليهم ونساند فيهم الملف متاعي قال لي عبد الرؤوف الماجري قال لي أوش نشاوروا حسين الجزيري وعمر العريض. فحقيقة كجهوية نقولها بفم مليان أنا من مدنين حسين الجزيري من زرزيس يعتبر ولد عمي ولد حومة ولد بلادي عامر العريض مدنيني ليا ففرحت
قلت بو الدوسي نتاعي توي ما فيهاش عيب راهو باش انسان يتوجه لولاد ولاده ولا يعني ما فيش عيب ما فيش عيب هما يعني معروفين هما اللي قايمين أيوة. النهار تاع في اوبرفيلي قايمين بالاجتماع هذا اللي باش تجيه منظمات وحاجه اللي هي رافضه لزياره بن علي في فرنسا وباش تعاون الجاليه التونسيه المعارضين التوانسه اللي ما حبتش فرنسا تعطيهم اللجوء السياسي. انا داخل 86 ل 87 داخل 86 ل 97 صار دير عندي اكثر من 10 سنوات معروف. فلما اعطيت الملف نتاعي خذاوه قال لي تو حسين الجزيري وعامر العريض هما نشاوروهم ونحطوا لك ملفك مع الناس. يتهز الملف نتاعي ويتحط اسفل السافلين. علاش؟ على خاطر انا مانيش نهضاوي. لكن وقت اللي انا كتبت عليهم وقت اللي انا ساندتهم وقت اللي انا علقت تصاور بتاع لكن الناس. انا بصدق انا يعني كشاهد عرفتك انا الى اليوم واللي انت اعترفت مش اعترفت عفوا صرحت لي وانك لم تنتمي للنهضه انا كنت معتقد انك نهضوي لا الى اليوم الى لا يوم الدين هذا يا يعني اقسم بالله الذي لا اله الا لا هو لا تحتاج لا تنتميت للنهضه لا هذا كمسلمين هذا كلامي يؤكد وانك كنت تدافع عنهم وانت مقسم منهم يعني نعم عندي مقالات نعم عندي فاكسات لا ما يحتاج معروف احمد الورغمي ماذا كان يصنع وماذا كان يفعل عندي يعني فاكسات بعثهم من بن علي اكثر من 70 فاكس عارفين وبلغه نابيه جدا مش ما تصلحش الله ربي يهديك ربي يهديك ان شاء الله امين الله يهدي حتى بن علي الله يهديه لكن قاعد هو في تونس خير من النهضه وخير من التريكه وخير من العصابات هذا اللي حوار اخر أي. نعم خير من العصابات اللي جاي بعض على الاقل برشا ناس راهي ما ماتتش والفقر اللي ولوا فيه هم في غناء فاحش اللي كنا ندافعوا على الضمير هذا هم كانوا يلوموا على بن علي من الغناء هو وعصابته سيد احمد نعم. يعني انت ما حبوش يقبلوا الدوسي نتاعي الملف نتاعي ما حبوش يعطوه لوحوه كاخوهم ملف باش تاخذ اقامه يعني نعم باش ناخذ اقامه وباش اللجنه الناس بل اكثر من الشيء هذا والله الذي لا اله الا هو خليني نسالك سؤال بالله وجدت انسان لا هذه اللي وجعت لي قلبي انا لما دخلت للمكتب نتاع النهضة اللي عاملين فيه الاجتماع هذا وعاملين سواديزون فما عشرة من الناس عاملين اضرب جوع به وفيهم واحد عاملين له سلسلة وملبسينه حاجة طويلة بيضة وكل شيء اقسم بالله العظيم عميل للمخابرات الفرنسية وعميل للبوليس نتاع بن علي ولا ينتمي للإسلام شيء ولا ينتمي للنهضة ايش يعمل عندهم من؟ كيفاش دخل انا عقلي حقيقه دخت وقت اللي لقيت السيد هذايا انا دخت جيت لحسين الجزيري لا سامحني لانه ما نحبش ذكر الحالات الشخصيه فقط انا نحب نقول لك ربما لانه انا الشخص اللي عرفنا ولا فايده في ذكر اسمه اللي عرفني بيك وهو من النهضة وأنت نعم تعرف ذلك كان من النهضة وخرج منه في تلك الفترة كان نهضوي نعم ف كان عرفني على كثير ناس كانوا مجرمين يبيعوا المخدرات وبعد صحيح. أصبحوا من النهضة فكنت أسأل ونقول له يا فلان كيفاش يقول لي الإسلام يجب ما قبله صحيح. هذو ما تابوا يعني ربما نعم. السيد هذا يتاب لا لأن بعدها ما تابش السيد هذا والمشكلة على الكلمة اللي أنت تفضلت بها وقلتها يا أخي أغلبية اللي دخلوا في تونس واللي أنت كي تنقد راشد الغنوشي أو تنقد النهضة على شيء ما تسمع الكلام البذيء تسمع في أمك و و و و وأنا أسأل المشاهدين اليوم نعم أسأل المشاهدين اليوم يدخلوا إلى صفحة تونس السياسية في الفيسبوك ويشوفوا تعليقات على برنامج صاحبي العمري بالكلام النابئ والبذيء نعم وتركته عن قصد حتى الناس تشوف التعليقات من أين مأتاه لا النهضة لي أنا اللي معروف الحمد لله بفضل ربي وأمثالك وكل التوانسة اللي في باريس ما كان النهضاوي يحل فمه ولا يتكلم كانوا تجار وبزنسة يبزنسوا كانوا يطلبوا في الفلوس باسم قدام المساجد وفي أي مكان باسم المساجين السياسيين وبعد يحلوا بها يعني مدارس وبيتزات وقهاوي ومطاعم وكل شيء هل هذا هو الإسلام؟ كانوا يبعثوا في ثلاثة واربعة البعض أصحابهم الكبار لكن مش كل الناس المساجين السياسيين فيهم ناس أنا نشهد اللي صالح كركر الله يرحمه كان يبعث هو مجموعة أخرى
يبعث البعض ناس. مش كان في المنفى صلاح؟ نعم نعم. ورغم ذلك قادر يلم الفلوس ويبعث. كان يلمد عن طريق واحد نسيت اسمه الآن، كان عامل، كان مسؤول زاد في موقع الخضرة. نعم. كيما تونيز نيوز وكيما تونس نيوز وكيما كذا. نعم. ونسيت اسمه، رجل زاد مش مهم. أيوة. كان يبعث معاه في الفلوس البعض، عائلاتي لمدوا يبعث. انا طيب. شخصيا لأنه الوقت... لا انتمي. نعم. والشاهد ربي لا انتمي لحركه النهضه، ولكن هم اولاد بلادي ما مضرورين من طرف ديكتاتور. انا مشكلتي ضد الدكتاتور. يا سيدي انت. نعم. عندك مشكله النهضه. نعم. ما وقفتش معاك في الدوسي بتاعك في الاقامه وما دخلوا لك شيء. نعم. بن علي واحنا نحضروا في البرنامج قلت لي عرض الصلح معاك عن طريق الصحبي العمري اللي هو ضيفنا. نعم. في الحصص السابقه. نعم. ورفضت. نعم. علاش؟ ما هذا يعني التعنت؟ انا لما عاندت بن علي في البدايه من اجل ضربانه فيما يسمى بالاسلاميين، انا مسلم، انا ضد اي واحد يضرب مسلم، ونوقف مع النهضه لليوم والغدوه اذا كان هم يبدو مظلومين، لان باش نوروهم اللي احنا رانا ضد الظلم، ليس مع النهضه ولا مع شبيه. ما وقفتش معاهم، سامحني سامحني. انا وقفت معاهم، هم شبيه ما وقفوش معاهم. لا عفوا. نعم. زلت لسان. شبيك ما وقفتش مع التوانسه الاخرين اللي كان بن علي يظلم فيهم؟ نعم. وهم ليسوا اسلاميين. نعم, نعم. شبيك ما وقفتش معاهم؟ ذكرت سهام بن سدرين وقت الضربه. لا سامحني، مثلا حمل همامي. نعم نوري لك، موجود عندي هنا. ذكرت حمل همامي عده مرات ونعرفه شخصيا. ذكرت راضي النصراوي عده مرات وهزيت لفتات نتاع راضي النصراوي وقت اللي ضربوها وعينيها وكل حاجه. جاتنا للاذاعه وعينيها زرقاء. نعم, نعم. هذاك انا عامل مظاهره وهاز صوره راضي النصراوي. ذكرت خديجه. يعني انت تدافع تونسي كل اي تونسي مظلوم من طرف هذا الظالم. به علاش اذن وقت اللي هو جنح للسلم لم تجنح لها؟ وهذه سامحني. نعم. الآية الثانية التي أنت ترفض أن تمتثل لها. نعم. فإذا جنحوا للسلم فاجنح لها. بن علي غدار هذا أمر من ربي. نعم. بن علي غدار وعصابته كل غدارة. هذا تحليلك أنت. نعم. علي موظف فما ضمانات والصحبي العمري وقت اللي يجيك يقول لك راهو الرئيس بن علي ذكرك أنت وذكر أحمد المناعي. نعم. يعني 86 علاش أنت ما تمشيش 86. أيوة. 96 استغفر الله. أيوة. كلمني الأخ اللي هو نحبه كثير هو صاحبي العامري وقعدت صديق أنا وياه، مهما هو تبدل في الأخر لأنه ما رأش الخير ظروف ولا ذاته ولا معاش ينقد في بن علي، لأن كان هذا الرجل من أعظم الرجال في تونس ونقد بن علي وسب بن علي داخل تونس حتى وصل لدرجة الناس كل تعرف صاحبي العامري. باش بيهم اليوم ما يقولوا عليه في عجالة بالله يا مهبول. هم يعني جميع الأوصاف. والله يا أخي لو كان يجينا سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وينقد النهضة لم يقولوا مهبول. هذه طريقتهم وهذه عقليتهم. وجبت لي أنت كي مشيت عندهم في بريطانيا وكي تدخل هذه احنا عندنا كلمة بيناتنا نعرفوها كمعارضين وكمسلمين. حزب ولا فئة ولا سكت؟ لا هي فئة وليس حزب. سكت يعني. نعم. وقت عاملين تقية الشيعة لما يدخل. هذا كلام خطير. نعم. عاملين تقية الشيعة التقية النهضة يعني. والنهضة اغترت بها الشعب التونسي لم يعرف النهضة. يسخيلوهم أتقياء ويسخيلوهم صالحين ويسخيلوهم درجة أخرى باش يغيروا وقت يدخلوا التونس. وعطوهم حتى السوكيرجي والغبار وكل خافوا من الأول وعطوهم الأصوات باش يحكموا في تونس، لكن ما دخلوش على إصلاح الأمة. دخلوا هم هذه بداية النهضة نعرفها. أنا شخصيا نعرف حركة النهضة من 30 سنة أنهم الهم متاعهم هي السلطة والمال. وصلوا للسلطة والمال، لا دين ولا يحزنون. طيب اللقاء في الحلقة الأولى هذه ينتهي هنا ونلتقي معك في الحلقة الثانية وسوف نتكلم فيها على الوضع الحالي الذي أنت فيه وماذا تنتظر ومن يمكن له أن يساعدك. ثم أريد لأنك أنت شاهد على العصر أن تعطينا رأيك في المعارضين اللي ربطتك بهم علاقة لهنا، أولهم الذي أصبح رئيس المنصف المرزوقي، ثم سليم بقى، ثم عبد الوهاب الهاني، كمال الجندوبي، منذر الصفر، عبد المجيد بودن، وغيرهم من الأسماء المعروفة والتي تألقت في عهد الظلم في عهد الدكتاتورية في بن علي. تحية إلى الجميع وشكرا لكم على الاهتمام والمساعدة، ونعود إليكم في الحلقة القادمة. شكرا لكم.